إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. معلش بقى يا باشا بتقل عليك. اولا ما تقوليش تاني كلمه يا باشا دي. البشويه دي اتلغت من زمان. قول لي يا دكتور ابو بكر. حاضر يا دكتور ابو بكر. ثانيا بقى ما تفضلش تشكرني كل ما تاخد التليفون عشان تطمن اهلك. المده هتطول. وانا بقى ما عنديش مراره اسمع اشكرك يا دكتور والله يخليك يا دكتور لمده اسبوعين كل يوم تلات اربع مرات. تلات اربع مرات كل يوم ليه يا دكتور؟ هو مضاد حيوي؟ هي مره كل يومين ثلاثه عسليه قوي. اسمع الكلام يا ابراهيم. انت لازم تطمنهم عليك وتطمن عليهم باستمرار خصوصا وانت هتغيب مده كبيره. ما ينفعش بقى يحسوا ان انت مش معاهم. انت عارف رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال ايه؟ عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بس اسمح لي يعني يا دكتور، حضرتك ما بتعملش كده. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الله 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 الله. هي حصلت أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا إبراهيم؟ ما هو ده اللي بيحصل فعلا يا باشا، ولا أنا غلطان؟ لا غلطان يا ابو خليل. انت بالنسبه لاهلك عمود البيت، السند اللي محتاجينه واللي ما ينفعش ابدا يحسوا انهم غايب عنهم. انما انا بقى، انا بالنسبه لاولادي مسؤوليه شايلينها. ما ينفعش بقى عم ابراهيم اخليها تقيله عليهم في الظروف اللي زي دي. اول مره اتجلي منك دي يا دكتور. اسمح لي بقى المرة دي ان انا اخد مكانك واقول لك نصيحة لوجه الله تعالى. انا راجل يتيم الاب، جربت يعني ايه يبقى عندي اب صلب ظهري وحبه مالي قلبي. البصة في وشه كانت بتفرح عيني وصوته في ودني بيطمني حتى لو كان بيشخط فيا ولا بيشتمني حتى. وجربت يعني ايه كل ده يروح منك مرة واحدة، تبقى بتتنشأ بس ان انت تشم ريحته حواليك ومش طايل. انت مش حمل تقيل على اولادك يا دكتور علشان تريحهم منك وتعيش وانت محروم وحرمهم من وجودك جنبهم. انت بركه كبيره في دنيتهم ونعمه من نعم ربنا عليهم، وربنا هيحاسبك لو حرمتهم من النعمه دي حتى لو كنت بتعمل كده علشان تريحهم. انا اسف يا دكتور يعني لو كنت اتدخلت في اللي ماليش فيه، بس دي محبة كبيرة والله مش أكتر. أنا هقوم بقى علشان أعمل لنا كوبايتين شاي من اللي شبه شربة الخروع ده، ولا تحب أعمل لك قهوة شبه شربة الخروع؟